اهلا بحضراتكم في اطار تغطيتنا لمعرض القاهره الدولي للكتاب وطبعا هذا المعرض اللي بيضم كل انواع المعرفه وكل انواع القراءات الحقيقه معرض بديع الجمال ان تتجول بين الدول المختلفه اكثر من سبعين دوله اكثر من الف ناشر وان تعيش انت ونفسك كخيال القارئ بين كل هذه الاروقه الجميله الثقافيه اخترنا الحقيقه في بيت للكل ان نطلعكم وان ندخلكم معنا الى معرض الكتاب في زياره جميله بين افكار الادباء والكتاب في ضيافه بيت للكل اليوم وفي استوديو القاهره الكاتب والشاعر الكبير أحمد الشهاوي والذي أثر الحقيقة المجال الأدبي والشعري بكثير وهو أيضا مدير تحرير مجلة نصف الدنيا عضو اللجنة الاستشارية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أستاذ أحمد منورنا الله يخليك بجد. شكرا جزيلاً. منورنا ونور معرض الكتاب الحقيقة <applause> داخل علينا في الاستوديو الله يخليك يا استاذه شكرا الله يخليك آه خلينا نسال حضرتك اولا تعمل لنا كده تقييم آه آه يعني نعرف بيه آه مشاهدينا في دولنا آه الاربع عن الدوره ال 55 لمعرض الكتاب هو هذه الدوره هي دوره مختلفه من على على جميع المستويات وعلى جميع الجهات يعني ففيها آه تنوع واختلاف وايضا في استحداث آه آه لاشياء كثيره ومحاور جديده لم تكن موجوده هو هو ايضا ليس ليس معرضا مصريا لكنه معرض عربي وعالمي بمعنى انه هناك كتاب وادباء من مختلف انحاء العالم استحداث حوار طويل وعميق لمده ساعه ونصف الساعه مع شخصيه ثقافيه او فكريه او فلسفيه او شعريه من ايضا من مختلف انحاء العالم ايضا الحضور الكثيف ليس فقط للجمهور الذي جاء ليقتني كتبا ولكن ايضا للاستماع بمعنى انه يعني لا يعني ليس لانني هذا العام عضو اللجنه العليا لتنظيم المعارض الكتاب ولكن لانه في اقبال كبير وفكره انه المعرض بعيد عن وسط المدينه هذه فكره يعني غير مقبوله وانتفت لانه هناك اساليب في التواصل يعني للمواصلات وكذا. ايضا المعرض يحتوي على البحث عن هويه مصر من خلال سليم حسن وايضا اعاده طباعه كل الاعمال التي الفها وترجمها سليم حسن بمعنى موسوعه مصر القديمه كانت قد صدرت في مشروع مكتبه الاسره و ونسيها الناس ولم تعد موجودة وإذا وجدت فهي ستكون في سعر يعني مرتفع فأعيدت طباعتها من جديد وأيضا الكتب هو كان كان يترجم عن الألمانية والإنجليزية والفرنسية فهي صحيح. له أعمال لم تكن مترجمة ما لم اه فأعيدت طباعتها أيضا الاحتفاء بطه حسين طبعا يعني مرت خمسون عاما آه خمسون سنة على آه على رحيله والمدهش ان ان فقط ليست مصر هي التي طبعت اعماله ولكن مختلف البلدان العربيه يعني صدر في في شمال افريقيا وفي المشرق ايضا من من مختلف دور النشر لانه يعني صار بابليك دومين يعني متاح بعد ال سنه يستطيع اي انسان انه ينشر الكتاب دون ان يدفع